نستكمل قصة المحاريب داخل المسجد النبوي الشريف. تعرفنا على عدد من المحاريب، اليوم نبغى نعرف ما هو المحراب اللي يقع داخل المقصورة الشريفة، وأيضا ما هو محراب شيخ الحرم، ولماذا تحول بعد ذلك وأصبح محراب النساء، وما هو الدور الذي كان يقدمه المحراب السليماني داخل المسجد النبوي الشريف. من المحاريب التراثية التي لا تزال إلى اليوم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتعد من العناصر المعمارية البديعة محراب خلف باب فاطمة، هذا الباب الوحيد الذي يفتح اليوم من المقصورة الشريفة، وهذا المحراب يقع في موضع حجرة فاطمة ويسمى محراب فاطمة ويوازي محراب التهجد الخارجي. حافظت ذاكرة الحرم التاريخية واستطاعت العمارة أن توثق كل حدث تاريخي عبر العصور. لو أما أحدا من الناس جماع فئة من الناس وعد ذلك من المحارب حوفظ على ذلك الموضع لقيمته التاريخية، ولذلك أصبحت ذاكرة المسجد النبوي الشريف ذاكرة حاضرة وبقوة إلى اليوم. فهذا المكان محراب شيخ الحرم، وشيخ الحرم كان منصبا له حظوة كبيرة، فكان إمامه الخاص الذي يصلي به التراويح يتقدم شيخ الحرم في هذا المكان، وهو الآن كما تشاهد بالضبط 4 أمتار من شمال دكة الأغوات، فهذه دكة الأغوات، فهذا محراب شيخ الحرم، وعرف تاريخيا بمحراب النساء لأنه بعد ذلك دخلت هذه المنطقة في الجزء المخصص للنساء، فصار إمامهن الرسمي يتقدم بهن ليصلي في مكان محراب إمام شيخ الحرم. فهذا هو أحد مواضع المحاريب في تاريخ هذا المسجد النبوي الشريف على من شرفه الصلاة والسلام. هذا المحراب الحنفي ويعرف بالمحراب السليماني ارتبط بعهدين، بالعهد المملوكي وبالعهد العثماني. أول إحداث له كان في العهد المملوكي في 846 وسمي بالمحراب الحنفي نسبة للمذهب الحنفي، فهناك تفاوت في أوقات الصلوات بين المذهب الشافعي الذي كان سائدا في ذلك الوقت وكان إمامه يصلي بالناس في محراب النبي صلى الله عليه وسلم، ومراعاة للخلاف الفقهي في أوقات لدى الأحناف وضع لهم محرابا، لأن المسجد كان يؤدي أدوارا أخرى غير العبادة مثل التعليم. ثم بعد ذلك كان متأخرا قليلا في عهد السلطان سليمان القانوني أعيد بناؤه وتقدم على الوضع الراهن الآن، فسمي بالمحراب السليماني نسبة لسليمان القانوني كما كانت المنارة السليمانية. تقدم قليلا وتوسط المسجد النبوي الشريف. المحاريب عادة في كل مساجد العالم تتوسط المسجد، أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلأن المحراب له خصوصية لا توجد في أي محراب على وجه الأرض وهو النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيه، فلا يمكن أن يتوسط ويبقى جانبا في المسجد. جاء هذا المحراب ليتوسط المسجد القديم ككل، فلذلك بقي على ما هو عليه إلى اليوم، وأدى دورا آخرا ساهم في ترتيب الحركة العلمية في المسجد النبوي الشريف. بمعنى كانت إذا انتهت الصلوات، صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء، المتأخرون عن الصلاة يدخلون إما من باب السلام أو باب الرحمة أو باب جبريل، فإذا دخل أحد وصلى في تلك المواضع سبب ذلك إزعاجا للحركة العلمية، كان العلماء يدرسون والطلبة يستمعون، فلذلك أمر أن من جاء متأخرا يذهب إلى موضع المحراب الحنفي، فإذا وجد إماما يأتم به وإلا يصلي ثم يأتي من تأخر ويصلي خلفه. فهذه تراتيب إدارية تساهم في إعطاء فرصة للمسجد أن يؤدي الوظائف الأخرى المناطة به، خاصة أن فضل العلم ورد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله.
أشهد أن محمد رسول